سؤال طرحه صحفي أمريكي على مسؤولي البيت الأبيض قبل أشهر، وضحت إجابته فقط هذه الأيام. How many more charred corpses does he have to see before the president considers a change in policy? الإجابة هي أن الأرواح والجثث المتفحمة ليست هي الخط الأحمر الأمريكي. عام كامل يقتل فيه نتنياهو عشرات الآلاف من الفلسطينيين العزل، ولم يعتبر بايدن أنه تخطى الحدود. إلى أن ظهر الخط الأحمر الحقيقي الوحيد الذي تعرفه أمريكا، أسعار النفط. فجأة أصبح للإدارة الأمريكية السلطة لتقول لإسرائيل ماذا تفعل وماذا يجب ألا تفعل. فببساطة أخبرت أمريكا طفلتها المدللة ألا تستهدف منشآت النفط الإيرانية، والتقارير تقول إن تل أبيب رضخت للأمر الأمريكي. أما الثمن فقد يكون مثلاً منظومة صواريخ ثاد التي تحصل عليها إسرائيل لصد أي هجمات صاروخية إيرانية مستقبلاً. الأمر بالطبع ليس حفاظاً على الثروات الإيرانية، لكنه عام الانتخابات يا عزيزي، ولن تجازف الإدارة الأمريكية بارتفاع جنوني في أسعار النفط العالمية يؤثر على مواطنيها قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية. لهذا أزيح خيار استهداف منشآت إيران النفطية من على طاولة الرد الإسرائيلي. لكن يظل السؤال، هل يأمن العم سام غدر الابن الضال الراغب في صراع إقليمي طويل الأمد؟